بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد حنيس بن سدين، سأقدم لكم كيفية إنجاز جدول مواصفات للاختبار خصوصا لمادة الدينية للغة العربية المعاصرة للسنة الرابع. طيب اوكي، اول شيء ماذا سنفعل لإنجاز جدول مواصفات للاختبار؟ اول شيء علينا ان نحدد الموضوعات. كيف ان نحصل على هذه الموضوعات؟ سنحصل على هذه الموضوعات خلال وثيقة المنهج المئياري. اوكي طيب، إذن الموضوعات التي أريد تخصيصها في هذا جدول المواصفات للاختبار هو القواعد اللغوية، مصدر ثلاثي ورباعي، أدوات الجزم، حروف العطف و مرادفات والمضادات. وثم بعد ذلك أحدد عدد المحاضرات حسب وقت يستغرق تدريسه في الفصل. أوكي، مدة الوقت التي يستغرق في تدريس هذا الموضوع للطلبة، إذن نحدده ونعطي القيمة هنا. إذن القواعد اللغوية مصدر الثلاثي والرباعي يستغرق وقت تدريسه ساعتين، وأما الموضوعات الأخرى فقط تستغرق ساعة واحدة. وبعد ذلك نقوم بحساب الأوزان النسبية لأهمية الموضوع. كيف؟ علينا أن نحدد عدد المحاضرات اللازمة لتدريس الموضوع، وعلى عدد المحاضرات الكلي لتدريس المادة ضرب ب100 سنحصل على الوزن النسبي، وهكذا. لأن أولا عدد المحاضرات اللازمة، مثلا هذا هنا 1، مرادفات والمضادات على عدد المحاضرات الكلي، جمع كل هذه الأعداد يعني 5 ضرب ب10. إذن مثلا في مرادفات والمضادات 1/5 ضرب 100 يساوي 20/100. ونستخدم هذا الرموز الإحصائية كذلك على كل الموضوعات هنا. إذن بعد أن نحصل على الوزن النسبي لأهمية الموضوع نعطي قيمة في هذا الجانب. أوكي، إذن موضوعات هذا عدد محاضرات وساعة واحدة، وأما وزن النسبي بعد أن نقوم بإحصائها بهذا الرموز وسنحصل على 20، وكذلك قواعد لغوية 20، مرادفات والمضادات 20، وقواعد لغوية 40، وجمع هذه الأوزان النسبية، هذه النسبة كلها هي 100/100. شكرا على استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المحترم أستاذ محمد زرعيني المشروم المحاضر لهذه المادة، إن شاء الله سأواصل في هذه الفرصة من صحابي أستاذ هانيس عن جدول المواصفات للامتحان. إن شاء الله في هذه الشرح يعني كيف نحدد الوزن النسبي للأهداف. أولا
تحدد مجموع الأسئلة في هذه الجدول، تختار 40 الأسئلة ثم نحدد النسبة 1 و3 و1 للمستويات الأسئلة، سواء كان في مرحلة السهلة والمتوسط والصعبة. ثم كيف نحصل على هذه الجملة 4-4؟ المعادلة في الشرح التالية. هذا الجملة مجموع الأسئلة، ثم نسبة الأسئلة السهلة 1، يعني من نسبة 1 3 و1 كما في الشرح السابق، ثم يقسم على 5، يعني من عدد المحاضرات مضرب على 40 يساوي 8، ثم نقسم إلى قسمين لمرحلة التذكر والفهم 4 و4، ثم الأسئلة المتوسطة 3، يعني من هذا 3 نسبة، يقسم على 5 عدد المحاضرات ضرب 40 يساوي 24، ثم نقسم إلى قسمين للتطبيق 12 والتحليل 12، ثم على الصعوبة يعني 1 من نسبة 1، ثم يقسم على 5 ضرب 40 يساوي 8، ونقسم إلى قسمين للتقييم 7 وابتكار 1. ذلك إحزاب الأوزان النسبية للأهداف، معادلة هنا عدد أهداف في ذلك المساواة يقسم على مجموع أهداف المادة الكاملة ضرب 100 يساوي الأوزان النسبة للأهداف. المعادلة هنا يعني التذكر يعني 4 من 8، ثم يقسم على 40 من مجموع أسئلة ضرب على 100 يساوي 10 بـ100. وكذلك في المرحلة فهم والتطبيق والتحليل والتقييم والابتكار، الجملة هنا نوجد من قبل، نوجد من الشرح السابق. وهذا الحاصل، عدد الأهداف كما في الشرح السابق، ثم الحساب النسبية للأهداف 100، والحاصل هنا كما وجدنا من شرح القبل. بعد ذلك نوضع الجملة، وهذه في تحت حساب الأوزان النسبية للأهداف، الجملة 100، وهذا القسمة في المستويات الأهداف، وهذا مجموع الأسئلة، ثم مجموع الدرجة، وهذا الأوزان النسبية للموضوعات. هذا فقط مني، وأسف على تقصيري وخطائي، سيستمر الشرح من صحابي أستاذ محمد شعيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الآن
سأشرح لكم كيفية الحساب. أعداد أسئلة الموضوع في مستوى معين. الرموز أو طريقة الحساب عدد أسئلة الموضوع في مستوى معين. نحن نستخدم الصيغة أو الرموز العدد الكلي للأسئلة، ضرب الوزن النسبي لأهداف الموضوع، ضرب الوزن النسبي لأهمية الموضوع. إن شاء الله دعونا نعيد النظر في كيفية إيجاد مجموع كل جزء ذكرته. طيب، أولا الوزن لأهداف الموضوع. الوزن لأهداف الموضوع الصيغة المستخدمة في البحث، الوزن النسبي لأهداف الموضوع هو عدد الأهداف في ذلك المستوى قسمة مجموع أهداف المادة كاملة وضرب بالمئة، ويساوي الأوزان النسبة للأهداف. وبعد الثاني الوزان النسبي لأهمية الموضوع. الصيغة المستخدمة في البحث الوزن النسبي لأهمية الموضوع هي عدد المحاضرات اللازمة لتدريس الموضوع قسمة عدد المحاضرات الكلي لتدريس المادة، وبعد ضرب بالمئة، ويساوي الوزن النسبي. الوزن النسبي. يجب تذكر هذه الصيغة أو الرموز وفهمها لانتجاه عدد أسئلة الموضوع في مستوى معين. طيب، وبعد انظر إلى هذه الجدول. انظر إلى هذه الجدول، يعني العدد الكلي للأسئلة. الأعداد الكلي للأسئلة يعني مجموع الأسئلة 40. الوزن النسبي لأهداف الموضوع يعني 10%، وضرب الوزن النسبي لأهمية الموضوع 20%. طيب، وبعد ذلك انظر إلى كيفية الحساب. العدد كل الأسئلة 40، صح؟ 40 أسئلة، هذا 40 أسئلة. وبعد ضرب الوزن النسبي لأهداف الموضوع 10%، يعني 10%، هذا الوزن النسبي لأهداف الموضوع 10%، هذا. وبعد ضرب إلى الوزن النسبي لأهمية الموضوع 20%. انظر، الوزن النسبي لأهمية الموضوع 20%، مجموع كله يساوي 0.8. 40 ضرب 10% وضرب 20% يساوي 0.8. شوف إلى الجدول. من القواعد العربية من مستويات الأهداف التذكر 0.8. 0.8 الأسئلة 0.8 ودرجة 0.8، يعني
التخليص الخلاصة من هذا الرموز. طيب، وبعدين من 0.8 نحن بندركن 0.8 إلى 0.8 إلى 1 بندركن. وهذا الجدول الكامل، الجدول الكامل لكل مستويات الأحداث، يعني بالرموز، بالرموز الصيغة، العدد، كل الأسئلة، ضرب الوزن النسبي لأهمية الموضوع، ضرب الوزن النسبي لأهداف الموضوع. هذا من جدول كامل. مجموعة الأسئلة 5 من مستويات الأهداف، من مستويات الفهم 5، من مستويات التطبيق 11، من مستوى التحليل 11، ومن مستوى التقييم 6، من مستوى الابتكار 2، زائد كلكم يعني مجموع الأسئلة يساوي 40. وبعد انظر إلى الأوزان النسبية للموضوعات في كل الموضوعات، يعني القواعد اللغوية 20%، القواعد اللغوية حروف العطف 20%، المرادفات والمضادات 20%، القواعد اللغوية المصدر الثلاثي والرباعي 40%، زائد كلكم وبعد يساوي إلى 100%. هذا فقط هذا فقط من مني للأسئلة، عدد الأسئلة الموضوع في مستوى معين. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.